اخوتي السلام عليكم، تبارك الله عليكم. اليوم معنا ريتشارد كان صديق ديالي معنا كان معايا داخل السجن في استراليا. ريتشارد كان سي سانتي في وسط سانتي ديالنا. السلام عليكم. السلام عليكم. شرنا سلامو سلامو عليكم عليكم. That means like greeting. Shalamu alaikum. Richard كان معايا في الحبس صباح المدة ماشي بزاف باش خرج. دابا هو ساكن معايا خدام معايا دابا. He's working for me at the moment. He was in jail. Yes. دابا خدام معايا. Do all sorts of jobs. خدم أي خدمة كيخدمها يعني فهمتي. عمل هادي عمل هادي. Cleaning, drug dealer. Everything. We do everything. أنا كنعملو كل شيء فهمتي. The people that are going to be able to get the car. واحد ما بلغ تقريبا $50,000 that we have to be paid. 15,000 مغربية. $24,000 up front. خدمة 25,000 في البلاصة وخدمة اللي باقا من بعد فهمتيني. خلينا راه مسكين حماق شويش لأن بقوة المخدرات الصلبة راه تفليب برجع كيضر بوحدو. This is what it is, you know. He's looking for yo-yo. Yo-yo is a good smoke, yo-yo. You know, so اخوان الكرام اخواتي الكرام نحييكم الله وبياكم الله. اليوم معكم الصديق ديالي يلا خرج من السجن ديال ادلايد ياتلا ديفيجن جي. كنا انا وياه في جي ديفيجن 22 years. هذا دار 22 عام ديال الحبس فيها كامله ارم روبري واللي هنا فيها كي سطوا على الابناك الاستراليه والبوليس كيجري موراه ما بقاش الطوموبيله وخلف البوليس بفردي تا هو هذا قطع الورق مره تمتى تمرد تا كان معنا واحد الاول كيعيطوا له طونو طوني افيلا طالياني رمم بدا طوني افيلا طوني ماروكو I would kill you one day my people who come to speak to you people hey Tony you don't scare us and وقعنا مع مشكلة واحد النهار عمل دروغ ابس ما بغيت نشوف لون تراكس انني كنعقسل ريتشارد كان ديك الساعة في حي جي ديفيجن كان عيضربو زدت دخلت انا ذاك ريمبر وانا ستوبت هيم كيلين يو يس هذا كان بوبري معدل ناس اخر ذاك يضربو بسكون يادر توقفت انا مهمتين قتلت ثلاث دقائق من بعد وي ونت تو سوليتري كونسايمنت اللي هو كاشو ديالنا هنايا remember two months and a half. ويا ضربنا شهرين. شهرين ديال كاشو نوية تما ولا شو بقيت يعاقب. وهذه قصة ديالي مع ريتشارد. ريتشارد من أخطر المجرمين اللي دازوا في أستراليا يعني مقودين باش ما بغيتي ما تذكروش. المهم دازوا من أخيب من يكون أستراليا. قصة ديالو بدات ريتشارد وات سيتي بون ادلايد بدا خلق مدينه ادلايد من اب وام ضعيف الحاله ادلايد ان 1968 52 years old 68 باب خلق يعني when did you start the criminality of your life how you started it well it was started off as just some drink driving alcohol driving and run straight through a breathalyzer المهم هو بدا المافيا ديالو بالسكران وبدا كيضرب الناس فهمتيني دخل في بوليس طوموبيله اوكي صافي سكت الناس الله يا خير ريتشارد عامل ارطان ولا ريتشارد عامل ارطان راتاتاتا الله يا اخي المهم هذا واحد من المجرمين اللي كان معايا وكنقول كنجيب لكم الناس اللي كانوا معايا حنا ما كنكذبوش وما كنصبوش وما كنقولوش الحاجه اللي ما كاينش باش نطلعوا الطوندوس حنا كنهضروا في معقول ماذا جرى لجانيتو استراليا ريمبر وان اي رايت ذا هول جي وانس وذ ليبنيز بويز حمزه بي سي ياب ديفيجن 3 يس
وانا نيلي كات ماي نيك حسيت كنا عملنا واحد النهار رويت عملنا واحد النهار كاليفيه عملنا اضراب في الحبس تما كنت غنضرب راسي واحد الضربه قلت لهم حلوا الباب ولا نشحر غيمشي المهم ايفرونز باكت اوف المهم باش نوصلوا مع دوك من كليفه اللي نطار ريتشارد راه كان من اخطر المجرمين اللي دازوا هنا كان معنا غيمسخات الوالدين غنجيبو قصه دابا غنبقى نجيبو بنادم اللي كان معنا في الحبس حنا ما بقاوش نكتبوا عليكم نقول لكم كان معايا فلان وما كان جيب لكم بنادم ريتشارد معروف وون نون ان بريزن سيستم معروف عند البوليس ولي سموكين ايس نات ديس ناو سيجريت اوكي سكيف ايس كيمل ايس سيجريت اند ذن جوينت جوينت وي جوينت ذات عاد كيا عاد الايس اوت اند انا سبيدر الحومه ريتشارد سبيدر الحومه قال فهمتي اند ذن ايس المهم انا كنقول الكحول انا نيويو اند ذن هاك انا يويو هاك نيويو anyway المهم الدراري هاد السيد هذاك ديري تا هو قائم معايا اليوتيوب ديالي تا هو معايا هو بوبري بحال اللي مزعزع بالغبار بزاف وكيكمي عليا كيبقى يهضر بوحديتو فهمتيني المهم واخا هذاك انا كنعاونو ما خلاش الزنقه لان الصديق ديالي وكافح معايا في الحبس فهمتيني وقف معايا بزاف وقف معايا كانوا عندي بزاف الاعداء في الحبس اللي كيوصل لي الهضره وكذا كيقول له رتب عليه غادي يعملوا لك غادي فهمتي ها شنو توني I told you, we can kill him in 2 minutes. Tony, you don't scare me, Tony. Tony can man of half Italian, he can ride it all. Tell my people, Tony. We will kill you, all of you guys, in one day. Tony, come suck my dick, Tony. Yeah, no, I'm just gonna zap the homework. What about Abdul Harami, little Abdul? Little Abdul, remember him? He's not from Jeff from Egypt. How can man of Abdul Harami? Sir, can I do Abdul Harami? دارس 27 عام الحبس أستراليا نط المركب تاعو He used to go out with a woman called Roseanne. From a place I've never been to, yeah. I took a car and a trailer. Where? I said to this bloke from Egypt, I was expecting some big cunt, big hectic cunt, and he's a little fucking weed. Yeah. And I said, this is what I'm doing, cunt. I'm taking Roseanne. Translation. Taking Roseanne and all her stuff with me. I've got backup around the corner. Okay, what? If you fuck what's around, that translation? Adam Shawad, can you call him Shand Rosan? العائلة ديالك مصري بغيت دير حوايجها مشى هذا جمع حوايج كاملين تما دخل هذه المشاكل والحباسات وتسلط عليا ما جبرت ما نعمل له مع خرج من الحبس كيسقسي في الواد جانيتو جابوا له جانيتو جان عندي اخواني الكرام عندي واحد القصه صغيره على ريتشارد الصديق ديالي وباقي ماشي القصص اخوتي الكبار وانتوا حياتي لكم جميعا.